برضو ما بيخلاش حلقة من الحلقات الطبية لما نتكلم عن القوافل الطبية، هل كان في قافلة طبية قريبة أو هتبقى قريبة موجودة في مركز ملاوي؟ طبعا يا فندم، القوافل الطبية مستمرة على مدار الشهر، يعني تقريبا أسبوعيا من 3 لـ4 قوافل طبية، وإحنا يمكن بصدد النهاردة موجود قافلة طبية في قرية دير أبو حنس في مركز ملاوي محافظة المنيا، كانت موجودة النهاردة وكانت موجودة أمس، ويمكن عدد الحالات المترددين على القوافل الطبية تعدت 1000 حالة. زي ما حضرتك عارف القوافل الطبية بتخدم فئة معينة من المواطنين، الناس اللي بتبقى الأكثر احتياجا مش قادرة توصل للمدينة، ما عندهاش المقدرة المادية إن هي تنزل المدينة وتدفع ثمن كشف في عيادة خاصة، فالقوافل الطبية بتوفر التخصصات كتيرة. احنا عندنا تخصصات الأطفال، البطنة، الرمد، الأسنان، الجلدية، القلب والصدر، دي تخصصات مهمة، بنوصل لحد عندهم، لحد البيت عندهم، لحد القرية بتاعتهم، وكله بالمجان، يعني بيكشف وبياخد العلاج من الصيدلية المتنقلة وبيتعمل له التحاليل اللازمة، وإذا لزم الأمر بيتم تحويله لمستشفى عام أو مستشفى جامعي لو هو محتاج مثلا أشعات أحدث أو محتاج تدخل جراحي، بيبدأ توجيه له مستشفى عام أو جامعي وبيتم التعامل مع الحالة كله بالمجان. نعم، ما ينفعش بقى تعدي كمان الحلقة من غير ما نطمن بشكل عام عن نسب الإنجاز في المشروعات بشكل كامل في مركز ملاوي. تمام، احنا بس انا حابب انوه ان محافظة المنيا كان ليها نصيب الاسد في عدد المشروعات على مستوى المحافظات كلها، احنا حوالي عندنا 3472 مشروع بيخدموا حوالي 3 مليون نسمة، موجودين في 5 مراكز، العدوى ومغاغة وبرقاص وملاوي ودرمواس، بعدد 32 وحدة محلية، بعدد 192 قرية أم، 757 تابع، بإجمالي 24.8 مليار جنيه. طبعا عدد كبير من المشاريع ما كانش يعني ما كناش نحلم بيه بصراحه، ولا الكوره كانت تحلم ان مثلا يدخل لها الصرف الصحي او الغاز، يمكن اول مشروع الناس اتكلمت عليه واحنا بنعمل اللقاءات المجتمعيه الصرف الصحي، احنا بيوتنا بتغرق، بيوتنا بتتهد علينا بسبب الصرف الصحي، وده كان اول مشروع اللي هيغطي، احنا كانت محافظه المنيا بتغطي 11% بس منها صرف صحي، بعد المرحله الاولى من الصرف الصحي في المحافظه هتوصل ل 60%، واحنا في صدد المرحلة الثانية إن شاء الله يكون فيها مركزين، والمرحلة الثالثة يكون فيها مركزين، ويبقى غطينا 9 مراكز في محافظة المنيا. احنا يمكن عندنا برضو 20 قطاع بنشتغل فيهم، من حيث البنية التحتية لشبكة الصرف والمية والغاز والاتصالات، وطبعا دعم وتطوير شبكات الكهرباء. طبعا عندنا مشاريع خدمية كتيرة زي الوحدات الصحية والمجمعات الزراعية والبريد، مراكز الشباب والمدارس ومنشآت التضامن. وطبعا ما ننساش الطرق والكباري، ودي يمكن الناس تنتظر علينا شويه فيها، لان لازم كل الشبكات اللي بتكون تحت الارض لازم تخلص الاول، وبعد كده نبدا نرصه في الطرق والكباري. نعم. بالاضافه للمجمعات الحكوميه يمكن وصلنا فيها نسبه تنفيذ لاكثر من 95%، يعني يعتبر انتهت بشكل كامل. طبعا كل الخدمات دي بيشعر بيها اهالينا، احنا بنشكركم على كل هذه المجهودات الموفورة اللي موجودة في كل المحافظات مش بس في المنيا، لكن بنشكرك على التقرير الوافي فيما يخص المنيا، الدكتور مينا أبو اليمين منسق حياة كريمة بملاوي، شكرا جزيلا لحضرتك.